مستحيل احنا نقوله طالما فيه امل اكيد لا وجود ولا مكان للمستحيل. عددنا جديد، عددنا متميز بتميز فقرات وضيوف، وايضا راح يطلعوا علينا عبر سكايب، وايضا زملائنا اللي راح يلتحقوا بنا تباعا في الفقرات اللي تعودتوا عليهم دائما، وايضا بصمه الشيف ناديا في مطبخ صباح الشروق. نعم، جوله الضيافه لنا اليوم راح تكون بين المانيا وبين امريكا. سنسافروا بين المانيا وامريكا، راح نستقبل معنا في البرنامج عبر سكايب السيد بكير رشيد، هو إطار بالجزائر، ذهب لألمانيا من أجل التربص، لكن نظرا للوباء، وباء الكورونا يعني تعذر عليه أنه يرجع للوطن، حب يوجه رسالة من خلال برنامجنا الصباحي صباح الشروق. أبوابنا دائما مفتوحة لكل الجزائريين داخل الوطن، يقدروا يتصلوا بنا عبر أرقام الهاتف الظاهرة أسفل الشاشة، وأيضا خارج الوطن يقدروا يتصلوا بأرقام الهاتف اللي تظهر الآن، وأيضا يقدروا يتواصلوا معنا عبر صفحتنا لطفي. صحيح، صفحتنا مفتوحة للجميع كما فتحتوا لنا أبوابكم. مشاهدينا نشكر جزيل الشكر لكل من استقبلنا داخل بيته من خلال برنامجنا الصباحي صباح الشروق وقناة الشروق العامة. أيضا راح يستقبل بأمريكا جزائري، راح نستثمر تواجده بأمريكا، هو من دعاة الإسلاميين بأمريكا، هو جزائري يفيد كثيرا من خلال إصداراته، من خلال مشاركاته يفيد كل الأمة الإسلامية من خلال العديد من الوصايا، راح نتعرف من خلال حضوره معنا عبر سكايب وبرنامج صباح الشروق حالة الأحوال الجالية المسلمة بأمريكا ووباء الكورونا. أكيد راح نستفادوا كثير لطفي مع ضيفينا لنهار اليوم، ونتمنى أنكم تستفادوا أيضا بكل ما راح نقدموه مشاهدينا. كل فقراتنا راح تكون فقط لخدمتكم مشاهدينا الكرام كما تعودتوا دائما. ساعة و45 دقيقة، نتمنى أنها تكون خفيفة ظريفة وتكون ممتعة أيضا، والمتعة دائما تكون في بداية حصتنا مع زميلنا توحشناه بزاف ياسين سليماني ببعض الحركات الرياضية اللي راح نتابعوها ونشوفوها في هذا الورق. ابقوا معنا انتم حشمي. تفضلوا. صباح الخير عليكم، معكم سليمان ياسين كوتش دو فيتناس بريباراتور فيزيك مع ليكيب تاعي محمد وعبد السلام. اليوم جيناكم بروجرام جديد تاع كارديو ثاني، كيف كيف كارديو هيت. سيو تريزيستيو معنا ونبداو ان شاء الله. اوكي لي جان، ليتس جو. اي بيان. اي لا. برامي تكنيك. ما تزيدش بزاف. فوالا. دويت لايت، دويت رايت. سي سا. اكسيون ترافاي، ما قعدتش. ريكيبيراسيون. 10 سكوند تاعنا، ما تنساوش تشربوا الماء. تنفسوا مليح. سيوا ما تلبسوش بزاف، ماشي مليح. اوكي، اون شونج. دوزيام موفمون. سكوات فيرمي هنا. فوالا تقدر توشي هنا. فوالا اللي ما قدرش يفتح شويه معليش. اكسيلون تري بيان. هايلا تري بيان. ريكيبيراسيون توجور 10 سكوند، حنا نخدمو 20 سكوند ربوزي 10 سكوند. نتوما كابابل تزيدو في لادوز تاعكم كيما حبيتو. اوكي اون شونجي جون. فوالا بيراميد هوب. هايلا نابد 90 نعاود نطلع لي جونو تاوعي. خي بيان مقعدش. خي بيان ريكيبيراسيون تاعي هنا. اكسيلون ترافاي لي جون. دوك اون باسو لو بومب، نخدمو لي بومب تاعنا في الارض. خي بيان لي جون. الي بوسون هوب. أبد فوالا تري بيان. ما قدرتش أخدم على لي جونو نورمال كيما حبيت نخدم خدم. فوالا إكسيلون ترافاي. ريكيبيراسيون كيف كيف. أون باس لومبار ريجال ما قعدناش. مازالنا طرا تكنيك برك. أوب فازي مبرا صابون. هايلة مقعدش. نزيد فيها طلع فيها في الروتور. تري بيان ريكيبيراسيون
On passe aux pompes. Aux abdos. Allez. Voilà. Kessel, هنا. Hop. 45 برك. Les jambes تبعي. Très bien. في الرتور بالعقل برك. Résistez في الرتور. Voilà. Récupération. تقعدش مازلنا دالي موفمون لي جون نخدمو بيها ان تو ان بيك ديناج بون فوالا هنا هوب طلع ماكسيموم شحال قدرت فتح شوية هنا باش تكون ليب فوالا طلع هايلا مقعدش تايم تخي بيان لي جان يعطيكم الصحة تخي بيان انتوما ثاني اللي راكم معنا على بالي مور ليكرون خدمتو على بالي يعطيكم الصحة توجور قضية وفياء لينا والبروغرام تاعنا لا بروشان فوا عندكم توجور جديد معنا السلام عليكم اي بون جورني سلام ايمان كنا معك صح ما خدمناش تبعنا برك ما نكذبوش شفنا برك تحيه كامل الناس اللي يشاهدوا فينا في برنامجنا الصباحي نقول لكم صحة قيودكم راكم دايرين حول مائدة فطور الصباح استمتعوا بها ان شاء الله تقضي وقت ممتع رفقتي انا وايمان وكل ما اخترناه لهذا اليوم ان شاء الله يا رب ايام معدوده تصلنا لشهر رمضان الكريم الناس اللي متعودين يشربوا قهوه صباح كيما لطفي يعني راح تكون معاناه الاسبوع طح. الاول كيفاش دير على مشكل. على القهوه مشكل انا اول حاجه نديرها كي يقرب الاذان القهوه لازم طيب وتاع الغلايه تاع بكري تاع الغلايه تريح منقمه جامي ما عرفت كيفاش يلقموها كشنو هاد السنين اللي ندير اللقمه في المطبخ اللقمه ها وندير ثاني عندي دي فوا احيانا وين نحب نشرب القهوه التركيه ولا القهوه تاع المشارقه اللي بالهيل هاك شاف خلاص لا لا مبدع انا في القهوه ما تخافوش عليا مشاهدينا مازال عندنا الوقت نقضيوها مع بعض وحابين انه تتواصلوا معنا عبر ارقام التليفون واش رايكم في الحجز المنزلي اللي راح يمتد الى غايه 29 من شهر ابريل بالتالي شهر رمضان الفضيل وبدايته راح تكون حجز منزلي في البيت نديروا اول اتصال ونقولوا الو 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 صباح النور الو صباح النور اهلا وسهلا اهلا ايمان اهلا لطفي مرحبا اهلا مرحبا تحيه ليك من صوتك من صوتك الله يحبكم بزاف وراكم منورين الشاشه نور نوركم من صوتك مازال ما صحصحتيش معنا سوا سوا صح؟ نعم من الصوت تاعك هذا وين نصتي؟ هذا وين نصتي عندي ولادي الله يبارك ربي يخليهم لك بصحتك شربتي قهوه ولا مازال؟ اي شربت قهوه بصحتك منين راكي تعيطي لنا؟ نعيط لكم برج بغراريج ايه مرحبا وسهلا كاش مبرجة كاي ناس البرج معودين في الربيع يعني يخرجوا ويديروا مبرجة خرجنا يعني خرجنا قبل الكورونا خرجنا قبل الكورونا اها لا لا بصح في النهار تاع يوم عيد الربيع ال 21 مارس يعني يخرجوا كامل احنا زعما درنا من قبل سبقتوه العام هذا سبقتوه كنا حاسين حاسين كورونا وكيفاش راكم مع الكورونا؟ كيفاش ايامكم في برج بغراريج؟ والله غير الحمد لله نحمد ربي، حاجة اللي جات من عند ربي نحمد ربي. ودراري شحال عندك دراري؟ أنا قاعدين في الدار عندي زوج. الله يبارك. عندي طفلة وطفل. ربي يخليهم لك. شحال في عمرهم؟ إن شاء الله يا ربي. 4 سنين عامين. إيه ما شاء الله، مازال ماهمش يعرفوا واش كاين. صح؟ يعرفوا يعني يسمعوا برا يقولوا لي ما نخرجش برا كاين كورونا برا ما نخرجوش راهم يفهموا راهم فايقين كيفاش راهم يتخايلوا الكورونا كيفاش راهم يفهموا خلاص ولات حاجه معروفه بين الصغار والكبار هما يتخيلوا كيفاش حيوان ان شاء الله هذا البلاء ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله يا رب والزوج تاعك الزوج تاعك راه يعمل ولا مع الحجر المنزلي؟ ساعات 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 يخدم وساعات كاين بزاف عائلات كنا تناولنا هذا الموضوع بزاف عائلات ضررت الميزانيه تاعها بسبب هذه الكورونا الناس اللي كانت مخبياتو رمضان يعني صرفاتو مقبل اي صح كاين هذيك هي سورتو كاين بزاف ناس اللي كاين ربي هو اللي رزاق سبحانه هو سبحانه يجرب فينا ويمتحن فينا والحمد لله كاين بزاف سيدتي اللي خدامين بنهارهم
هذيك هي، انا راجلي خدام بالنهار، مي والله الحمد لله الواحد يشد في ربي سبحانه، يعني انسان يقتنع بالشيء اللي عنده برك يعيش لاباس. والمنحه اللي حكاو عليها راح يطبقوها ولا ما يطبقوهاش؟ نعم؟ كاينه منحه من المفروض تمدها الدوله للناس اللي ضرروا اللي والله واش نقول لك، ما المسؤولين يعني والله ربي يهديهم، يعني يعني نورمالمون يشوفوا الناس اللي تحتاج صح، الناس اللي مستحقه صح. هي يستفادوا من هذه المنحه، مي والله راني نشوف والله ما يمدوها غير اللي يعرفوها، اللي يعرفوهم هما وغادين يعطيوها لهم. مي واحد زوالي والله ما يبان خلاص. وراح راح حاول انه يتقرب للبلديه. اصلا يحشم باش يقول لهم اعطيوا لي. اي صح. صح صح صح. صح تجي عمره عزيزه صح. هذيك هي. لكن ربي يسامحهم. هما نورمالمون يكونوا يعني شوفوا لهذ الفئه اللي محتاجه، الفئه اللي راني كاينين الناس مساكن والله غير راهم جايين هم رمضان، يعني ربي يبقي يستر ان شاء الله. والله يا حليل يا ان شاء الله يا حليل ربي. يعني وتما الجيران بيناتكم يعني اللي يترافدوا يتعاونوا. العائله العائله والله كبيره. والله واش نقول لك، كل واحد يخاف دوك تخافي تطبطبي على جارك دوكا، اسمع ولا دوك ما تخافي تروحي تطبطبي على جارك، بالك ما يبغيش بالك من هذا المرض هذا يعني. صح. انا من قبل كانت جارتي والله شيرين طيب ونعطيه لها. مي دوك ولينا نخافوا، ولينا نخافوا، كاينين اللي يخافوا من هذا المرض يولي هو ما يستقبلش. يسمح فيك فاش ما يستقبلش. صح صح للاسف. ورمضان كيما الحجر المنزلي راح يمددوا فيه حتى 29 افريل. نعم. رمضان السنه راح يجي مبدل علينا صح؟ يعني الانسان يدعي لربي سبحانه، يعني عندنا ثقه في ربي سبحانه يكون ان شاء الله رمضان هذا يعني مبارك ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله صح يجيب خير ومعاه. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. يجيب خير ومعاه. معروف رمضان يجيب خير ومعاه صح. هذيك هي الانسان يكون عنده حسن الظن برك بالله وخلاص. سبحانه. كما ربي سبحانه قادر على كل شيء، هو شهر الخيرات وشهر التوبه وشهر الغفران، مستحيل ربي راح يتخلى على المسلمين. صح صح صح. ربي يعطيك على حسب نيتك وعلى قدر ايمانك ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا رب العالمين، وربي يوفقكم وربي يجعلكم ان شاء الله ظهور لهذا البلاد ان شاء الله. ان شاء الله وانتم ان شاء الله يا ربي يفتح لكم الرساله، يعني واش رانا حابينكم تهضروا انتم. الحمد لله الحمد لله، وانتم ان شاء الله ابواب الخير كلها تنفتح في وجوهكم ان شاء الله يا رب. يا رب هذا العواشر ان شاء الله. ربي يجعل هذا الشهر ان شاء الله يفتح كل الابواب، وربي راه يفتح ابواب الجنه ويغلق ابواب النار. صح ان شاء الله تفتح الابواب وكل ان شاء الله. ان شاء الله. كاش توصيات تمديها لنا موالفه تتبعي برنامجنا المره الاولى؟ والله نحب نتبعكم من الصباح، انا عندي غير الشروق برك نتبعها. ربي يخليك. ربي يخليك، ربي يخليك لينا. والله عندي غير الشروق، نحب الشروق ونحب كي نشوفكم الصباح والله نتفائل يعني نكمل نهاري مليح. الحمد لله يا ربي. ربي امس كنا شفنا او اول امس سهره للبرامج اللي حتبث على قناه الشروق في رمضان، كاين برامج اللي لفتت انتباهك راكي تسناي فيها حابه تشوفيها؟ والله اي حاجه تقدموه غير يعجبني، يعني تقدموا غير الاشياء اللي يعجبونا حنا. الحمد لله. يعني والله حتى حتى البرامج الدينيه اللي دخلت في الشبكه البرامجيه مفيده بزاف 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 بزاف. ان شاء الله تعجبكم وتستمتعوا بها وتستمتعوا بكل البرامج اللي قدمها قناه الشروق. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله ربي ان شاء الله يجعله شهر التوبه والغفران وشهر غسل الذنوب ان شاء الله يا رب، وان شاء الله ربي يرفع علينا هذا البلاء ان شاء الله. امين يا رب. احنا راح نغيبوا عليكم من المفروض ابتداء من يوم الثلاثاء، لكن راح نعاودوا نرجعوا في شهر رمضان الفضيل. وانقطع الاتصال، نذكر المشاهدين انه ستكون لنا عوده خلال شهر رمضان الفضيل من خلال برنامج رمضان في الدار. برنامج ان شاء الله راح يكون فيه الكثير من المفاجات، ايضا راح يكون متنوع بالوجوه اللي راح تطلع عليكم خلال هذا البرنامج في شهر رمضان الكريم، من الساعه نظن من الساعه الواحده الى الساعه حتى الرابعه، يعني ثلاث ساعات من الزمن نقضيهم مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله نكونوا في المستوى ونقدموا لكم خدمه تكون مميزه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. وشيء جميل انه حتى الجاليه الجزائريه بالمهجر عندها نصيب في برنامجنا، راح نربطوا الاتصال مع كثير من العائلات بالمهجر باش نعيشوا يومياتهم على المباشر ونشوفوا طريقه تحضير مائده رمضان. صح. وكيفاش يجري الحجر المنزلي داخل البيت. رمضان في الدار، يعني ماذا بينا ايضا نكونوا قراب من ديوركم، يعني تفتحوا لنا ابوابكم تفتحوا لنا ديوركم، ماذا بينا ندخلوا للكوزينات هذه الخطره، يعني نشوفوا كيفاش تعيشوا الاجواء، كيفاش توجدوا يعني مائده الفطور خاصه
احسن. ناسنا كما قال لطفي اللي في الغربه ماذا بينا ننسوهم، ما نحسوهمش بلاهم بعاد على البلاد، نوصلوا لهم هذيك الريحه، ريحه رمضان اللي في الجزائر. لطفي معروفين ناسنا اللي في الجاليه، ناسنا اللي في الغربه يعني جاليه جزائريه، رمضان يجيهم صعيب خاصه في الايام العاديه، لكن يروحوا بعض الاحياء الشعبيه تما يعني سيو يدوا هذيك الريحه تاع رمضان، فما بالك هذه الخطره. لا وكاين حتى اللي يبرمجوا العطله السنويه مع شهر رمضان الفضيل ويجيو يقضيوها في الجزائر في البلد. صح فكرتني، لكن يعني للاسف العام هذا وباء الكورونا اللي غير كل اجندة حياة كل انسان وليس فقط الجزائريين. والله كل عام الكورونا الله يا رب عام كورونا قدمت فيها نور وطفي. والله ان شاء الله يمر علينا بسلام ان شاء الله وتكون ذكرى، ان شاء الله نديو منها الى الاحسن. نترحموا دائما على ارواح كل شهداء هذا الوباء الكورونا، كل من غادرنا من احبه، ونتمنوا الشفاء العاجل لكل مرضانا بالمستشفيات. تحيه اجلال اكبر الى كل الجنود اللباس الابيض. صح الجيش الابيض، الجيش الابيض الخط الاول من الدفاع، يدافع علينا يحمينا لوقايتنا ايضا. نتمنوا لهم السلامة يا رب، وتحية إجلال وتقدير. ما نساوش أيضا ناسنا في الجيش الوطني الشعبي، أولادنا أبناء الجزائر، حماة الوطن، سلك الشرطة، سلك الأمن، عمال النظافة، الحماية يعني المدنية. الحماية المدنية قد ما نشكركم يعني قليل، ما نقدوش نوفيو لكم حقكم. ربي يحميكم إن شاء الله وتقعدوا دائما حماة لهذا الوطن الحبيب الجزائر، وتدخل السعادة إن شاء الله كل بيت جزائرية وبيت جزائري راه يشاهد في برنامجنا. اجمل واحلى صباح للجميع. رايحين على فاصل، لا نديو اتصال من بعد نروحوا على فاصل. الو صباح الخير. الو صباح الخير. صباح اهلا النور. وسهلا. اهلا وسهلا الاخ لطفي. مرحبا وسهلا بك. اهلا بك، الله يبارك فيك. عبك توحشنا اصوات رجاليه معنا في برنامج صباح الخير. والله يا اخي عم بالك كورونا، عم بالك واش نقول لك، دارت فينا حاله إيه؟ وماذا بيا انا نحكي معكم كل يوم في صباح الشروق او الو شاف. مرحبا. يعني انا عندي، الله يبارك في عمرك اخت، انا عندي صار لي قريب عام وانا نتصل فيكم. كسبنا صوتك اليوم، محظوظين بك. كسبنا صوتك. نتعرفوا عليك من فضلك؟ عبد الباري ايبك من القسنطينه. اهلا بك. ما شاء الله، مرحبا بك وكامل ناس القسنطينه، اهلا وسهلا. الله يبارك في عمرك، شكرا للاخ. الاسم جميل جدا، ايبك اسم تركي لا؟ ايه اسم تركي. ايبك ما شاء الله. ايبك معناها الامير الرسول. ما شاء الله. ايبك عندك خوتك في الدار؟ لا انا الوحيد، انا عندي خوتي من الاب وعندي خوتي من الام. الله يبارك ما شاء الله. واسماوتهم اسماوتهم جميله كيما انت؟ لكن انا عايش لوحدي، عايش لوحدي. اوكي. اوكي. والاسماء انت وحهم؟ الاسماء تاع اخواتي. ايه شابين؟ عندي يوسف وعندي اقبال من الاب. ايه. وعندي عواطف وغلام وعبد الرؤوف من الام. ما شاء الله. الله يبارك ما شاء الله. الله يبارك ما شاء الله. جميله ما شاء الله. الام هي اللي سمات. الام. الام والاب. بينزل. نوجه لهم تحيه يا رب. نوجه لهم تحيه. الله يرحم الام. ربي يوسع عليها ان شاء الله يا رب، يا رب يرحم كل امهاتنا المسلمين. يرحموا الله يبارك في عمرك. ان شاء الله يا رب. قلنا كيفاش راكم على الحجر المنزلي؟ والله شوف انا عايش لوحدي، انا شاف مع الخصوص انا. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. الله يبارك في عمرك. مع الـ مع الـ مع التقطار، احنا في قسنطينه هنا عندنا التقطار، الورد، الورد والزهر. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك في عمرك، وان شاء الله يزيد يقبلنا رمضان ان شاء الله، نزيدوا نقطروا فيه الورد، نعقبوا به الوقت ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. شحال راه يدير؟ ماكش خدام اصلي سقتي واش راه يدير؟ لانه غالي. غالي 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 ما الورد غالي عندكم؟ ما شوف حسب العائلات، حسب اللي يقطروا. كما انا نقطر لي زامي عندنا احباب تما في الدزاير، نوجه لهم السلام تما. كل عام لازم يديو من عندي، عندي احباب من فرنسا ومن كندا ثاني لازم يديو. انت تقطر؟ انت اللي تقطر؟ انا اللي نقطر. انا ما شاء الله ما شاء الله. نقطر الورد، الزهر، العطرشه، النعناع. ما شاء الله. الله يبارك ما شاء الله. الله يبارك في عمرك. ولا الاطباق اللي طيبها تقليديه عصريه؟ لا انا نطيب تقليدي بوكو بلوس، لكن نقيس العصري. اذكر لنا اطباق قسنطينيه ما شاء الله عليها، عندهم اطباق ولا اروع. احنا في قسنطينه في اليوم الاول من قسنطينه نعملوا جاري اللي نقولوا له اليوم الاول تاع رمضان. نعم ايه نعم. كيما الشربه يعني الجاري. جاري هو الشربه كما تقولوا انتم في الجزائر. ما ديروش الحمص انتم، ما كانش حميصه. لا 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 لا، فريك برك، كرافس، دبشه ومعدنوس، ايه لحرش، لحم لحرش وشويه دجاج.
لحم الحرش يعني لبولات هو لحم الحرش. يعطيك الله الصحة. متمكن لطفي. مرتك قسنطينية. ما شاء الله لطفي، أنا نتبعك دائما كشافة. إيه عندي اللمسة هذيك تبان البصمة. إيه زيد الماء. من قبيلة كي حكيت على القهوة، أنا ثاني قهوة نشتيها بالهيل. بالهيل طعم ولا أروع. أنا عندي الوالد نتاعي أصله سوري. إيه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك فيك. ما شاء الله. الله يبارك ما شاء الله. وعندي الأم نتاعي قسنطينية يعني. أبل عن جد. الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك. كمل لنا المنيو الجاري. زيد كمل لنا. عندنا الجاري، احنا في العائله نتاعنا منين تربيت انا عند جداتي نديروا الجاري بيان سور. نديروا كفته بيان سور، بيضه، ونديروا شبح الصفره ولك اللحم، نشرمله تاع الكبده، والحميث لازم يتحط في السني. الله الله شهيتنا يا ايبك. عندهم مائده غداء، طاوله غداء انيقه جدا ما شاء الله. ما شاء الله فيها اناقه معروفة يعني قسنطينة الحضارة. والسهران عقبوها مقروض المقلى بالضبط كيما 27 تاع شعبان هذا بربي ان شاء الله. عندي جداتي يدين مقركشات والمقروض المقلى، لازم السهرة الأولى السهرة الأولين تاع رمضان نعقبوا القهوة نتاعنا بمقروض المقلى ومقركشات ونحلقوا. وقتاش تكون عندنا ضيف وتجي طيب لنا في البرنامج؟ ان شاء الله ان شاء الله. السنة جات علينا كورونا برك ان شاء الله نزورك. ان شاء الله. قبل ما تقطع الاتصال خلي رقمك للزملاء باش نتواصلوا معك. اوكي. وعندنا في قسنطينة اللي هنا في الربيع عندنا واحد الأكلة نديروها هي تركية كردية أصل نسميوها الطبيخة. كنت عجبت مع السيدة رزقي مع الذكر كانت لهنا دارت واحد الكونكور عجبتها بزاف. حنا نديروها باللحم الخليع، لحم الخليع اللي هو ماشي هذاك القديد اللي تقولوا له انتم اللي تشيح في الشمس، هذاك حنا نقولوا له القديد. لحم الخليع هذا لحم بقري كيما نقولوا احنا ما فيش الشحمه، يترقد سبع ايام في دواه، ومن بعد يتطهى على نار هاديه في حاجه تاع فخار، ويترقد في زيت الزيتون والشحمه، يقعد عام كامل. عبك بلي خساره والله خساره. حنا الجزائريين ما تستثمروش هذا الثراء اللي عندنا تاع الاكلات. والله يعطيك الصحه اخ لطفي. يعني والله. شوف عندنا واحد وانا مع الذكر انا مدير لي ريشيرش عن الماكله نتاعنا الاصليه منين كيما كاين حنا في قسنطينه مزاج ما بين الاكله الاندلسيه والتركيه والعربيه. مثلا وشنو هما الاكلات اللي معروفه بالتركية لكن ديناها احنا كجزائريين وبقات عندنا؟ هي شوفي هي اللي فيها بوكو بلوس اللحم البقري، اللحم البقري هما يشتيو بزاف الاكله اللي فيها اللحم. والحلويات عندنا مزاج ما بين التركيه والاندلسيه كما المقروض، المقروض نتاعنا تاع الكوشه ولا تاع المقله هو اندلسي. كيما البقلاوه والقطايف تركيه. البقلاوه عندهم تجي صغيره ماشي كيما تاعنا. ماشي كيما البقلاوه. لا لا بكري في زمان كانت كبيره في الزمان. اها. كانت كبيره وقت البايات والدايات. كانت كبيره هي. بما انك انت شاف ما تحلمش يجي يوم انه يكون في الجزائر سوق شعبي خاص الا بالاكلات كيما في المغرب وغيره من الدول. والله نتمناها. كاين واحد الكارتي عندنا لهنا في قسنطينه يعني اون برانسيب يعني الولات يشوفوا لينا احنا لهنا شويه لهنا في قسنطينه عن بالك نداطر بزاف يعني الحوايج بزاف نداطروا لهنا يعني تركوا حوايج بزاف. مع الذكر نوجه تحيه للرئيس تبون نقول له شكرا شكرا على المساجد هذو اللي راح تعاود ترممهم كيما سيدي قموش كيما سيدي الخضر كيما وان شاء الله ربي ينوب علينا. انا نوجه تحيه ليه ونقول له يا ربي ان شاء الله يشوف لنا يعطيونا السكنه ان شاء الله. مخصوصين في قسنطينه يعني مشكل بزاف من السكن. السكن كيما انا عايش لوحدي كاري ب 800 الف بيت شويه يعني ماذا بيا انه الانسان يكون عنده ونزيدون كي تعود راكح في بالك وعندك بيت تقدر تقدم حوايج بزاف لهذا الوطن. صح قلنا العمل نتاعك هو شاف. انا شاف في الدومين تاع الخياطه ثاني في الطرز التقليدي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ولا الحجر المنزلي هذا اثر عليك على المهنه نتاعك؟ والله شوف انا مع المهنه تاعي شويه اثر عليا بالطبع. ولا راك مخبي شويه. يعطيك الصحه. في قسنطينه تربينا نخبيو العوله بزاف. الله يبارك الله يبارك. كيما درك عندي مثلا درك كيما طاح الزيتون عندي الزيتون والقفه اللي نرقدوه
كلهم زيتون قصان نرقدو في زيت الزيتون تو. عندي الخليع نتاعي، عندي لي بات مخبيهم، الفريك، شريت الكسبر، الكرويه، الكمون. ما شاء الله والله ما شاء الله عليك. ما شاء الله. الثوم نشيحوه ثاني ونرحيوه، هادو حوايج. اذا يعني راك معروف حافظين. وراك معروف على مستوى قسنطينه، يعرفوك. معروف على وسط ولاد البلاد كيما نقولوها احنا، ماشي ما نشتيش نعرف روحي بزاف. ايه. والله ما شاء الله عليك ايبك. يعطيك الصحة ايبك. اخت ربي يبارك لكم انتم ان شاء الله في صحتكم، يحفظ لكم ان شاء الله الحباب نتاعكم. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا ربي يبارك لكم ان شاء الله فيما اعطاكم ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. والاخت الكريمة نطلب من خوك ان شاء الله يتزوجوا بزوجة صالحة ان شاء الله كما يقولوا. نشوفوها له قسنطينية. نشوفوها له قسنطينية. قسنطينية نشوفوها له قسنطينية منا. ان شاء الله يا رب، ربي يحفظك ايبك. ايبك خلينا نرقبك من فضلك ايبك. عندنا واحد المثل في قسنطينة نقولوا على قسنطينة ماها وهواها وتحت تنساها. الله الله. ايه ما شاء الله. الله على قسنطينه وعلى ما شاء الله. ناس الحضاره. احنا راح نتعلموا معك بزاف ايبك. نستفادوا منك بزاف. خلينا رقم التليفون تاعك وراح نتواصلوا معك. على راسي. على شكرا راسي. لك ربي يخليك. ربي يبارك لكم ان شاء الله. حبينا بزاف فيك. حبينا بزاف اتصالك ومرورك الجميل في برنامجنا. ربي يخليك. تلاميذ الاخت ناديه الشيف طوب، يعني ما شاء الله عليها، انا تعجبني ماكلتها. الاخت نعيمه والاخت ليلى، هذوك كل سلامي ليهم ان شاء الله يا ربي، بلغوا لي سلامهم ان شاء الله يدخل علينا رمضان بالصحه ولهنا، ان شاء الله يا رب نصوموا بالصحه ولهنا ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا ربي يرفد علينا هذه الوباء يا رب. ان شاء الله يا ربي بجاه محمد الخليل وربي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله على أمة محمد وعلى خلقه جميعا ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. شكرا على مرورك الجميل معنا ايبك. ربي يخليك. الله يبارك في عمرك. حبينا كثير اتصالك. شكرا. الله يبارك في عمركم. شكرا. إذا مشاهدينا اتصال جميل، وحابين نزيدوا نسمعوا اتصالات أخرى، وسمعونا أصواتكم، تجارب حياة حابين نعيشوها معكم من خلال برنامجنا الصباحي صباح شروق، وأرقام التليفون تظهر أسفل الشاشة. رايحين على فاصل. رايحين، أنا مازالني متأثرة بالاتصال تاع لأنه نحب هذه الحاجات، يعني كل منطقة ماذا بينا نعرف خصوصيتها، خصوصيتها، الحاجات اللي ما نعرفوهم. تتكلم على التبيخة، أنا التبيخة نعرفها غير بالفول والجلبان، هما عندهم تبيخة أخرى، يعني والله هذا خساره كما قلت ما نعرفوش في الجزائر. وزاره السياحه وين راهي؟ وراهي غايبه. والله من المفروض هذا يندرج ضمن يديروا قائمه تاع الاكلات الشعبيه ويحفظوها. صح. في مكتبه وزاره السياحه نستغلوها ونستثمروها. احنا قاره، بلدنا قاره، احنا كل منطقه بلاد. انا نغير بقدر ما نحب. والله. نحب جيراننا المغاربه ونحب جيراننا التوانسه، نغير اهتمامهم بالموروثهم الثقافي اللي يصدروه للخارج ويجعل من بلدهم اجمل بلد في العالم. حتى الناس كي ولينا نتكلموا على امور اللي بلاد موطنها الجزائر، ولات الناس تنسبها لبلدان اخرى ماهوش للجزائر، ولو انه الجزائر هي اللي ابدعت فيها هذا الشيء. والله غير يخلينا نغيروا وما نحبوش على بلادنا، ونغير ايضا لانه انا من الجزائر وكاين امور في المناطق اخرى ما نعرفهمش. صح للاسف. والله للاسف. للاسف. لكن برنامج صباح شروق من خلاله فرصه ان نتعارف مع بعض، نتعرف على كل موروثنا الثقافي في كل ربوع الوطن هذا الحبيب القارة بلدنا الجزائر. ربي يدوم أفراحنا إن شاء الله يا رب، ويفك هذا تمر هذا الغيمة السوداء بأمن وسلام على كل الأوطان العربية والمسلمة وبالخصوص. قلت واش نديروا لكم غير مقارون، ندير لكم شويه مقارون. والله كنا نخططوا انه نشوفوا واش كاين في الكوزينه واش عندنا، لانه عندنا كوزينه واحده اخرى، نشوفوا المقادير اللي كاين ونسيو نديروا لكم طبق على الاقل نسلكوا حاله. بسيط. كيفاش تحضري المقارون؟ مقارون بيض ولا لا؟ لا حمر. حمر. عندك واش ندير انا؟ توم يحب توم. توم نقليه، طماطيش تاع بازا نقليها مليح زيت. ايضا زوج حبات طماطيش. انا ما نزيدش كامل، كل واحد كيفاش يدير. دي فوا كي ما تكونش عندي ندير غير بالثوم و او ميم طون راه يغلي المقارون. بالماء تاعو اللي نمرق انا، بالماء تاع المقارون والرند و هذه بسيطه. مقارون انا نحبو مغلي بيض ومن بعد نغلي حبه بيض نقسمها ونفتتها معاه وناكل. انا نحبو احمر وشربه شويه المرقه هذيك. انا ما نحبوش ثقيل، نحب المرقه. الناس يحيروا كيفاش كاين ياكلوا الخبز بالمقارون. انا من الناس اللي نغمس. صح حبيبي. المرقه نغمس ما نكذبش. هي غريبه لكن. هذه هي، كل واحد وعوايده، كل واحد وطبيعه. اليوم احنا نقعدوا بلا غدا يا مشاهدينا. اذا انا حتى رانا مقنوطين. ما كانش طياب اليوم. ما كانش طياب اليوم، صومونا، مازال ما لحقناش رمضان. إذا مشاهدينا نزلنا معكم نستعرض في برنامجنا الصباحي عبر سكايب. عندنا اتصال مع
من امريكا ولا من امريكا ولا المانيا؟ بكير رشيد. مع بكير رشيد هو اطار جزائري متربص بالمانيا، لكن تعذر عليه انه يرجع لارض الوطن بسبب وباء الكورونا. في انتظار انه يعود الاتصال نذكر مشاهدينا بارقام التليفون، يمكن الجميع ان يتواصل معنا. حابين نحكيوا مع بعض، وش رايكم في هذا الحجز المنزلي اللي راح يستمر الى غايه 29 من شهر ابريل؟ واكيد انه شهر رمضان الفضيل راح نقضيوها في البيت. للاسف اول مره ربما كسر التراويح العالم وما كسر التراويح، اكثر شيء يوجع. ناس ما كاين ناس متعودين بزاف يستناو، حتى ولو كان يتهاونوا يعني في الايام العاديه ما يروحوش ربما للمساجد وما يقضيوش صلاتهم في المساجد، لكن التراويح ما يعني ما يغيبوش ولا يوم. نظن باللي كاين بزاف ناس راح يتاثروا رمضان من دون تراويح، شيء صعب، ومن دون سهرات ايضا. لطفي، احنا متعودين الجزائريين الحميميه في رمضان، تروح تطلع على امانك على اخوانك عمومك، يعني هذيك اللمه، تفطر ناس يعرضوك، يعني حتغيب والله ما ناش نتصوروا رمضان. وفي كثير من الناس تعرف موقع التواصل الاجتماعي صاروا يوزعوا الجدول الخاص بترتيب الصور الخاصة بصلاة التراويح. صح، وكاين ناس تحب تختم القرآن، يعني خصوصيات كثيرة ربما راح نفتقدوها هذا رمضان للأسف. صحيح. لكن معليش، كل اللي جات من عند ربي مرحبا. ونقولوا مرحبا الاتصال هاتفي. ألو صباح الخير. الو صباح الخير. صباح الخير، مرحبا وسهلا. راكم غاية؟ والله غاية الغاية. وانتوما؟ غاية لاباس الحمد لله. غليزان ولا بالعباس؟ لا، عين تيموشن. اخ، عين تيموشن. مرحبا. اهلا وسهلا. مرحبا. لاباس. انتوما غاية؟ والله لاباس الحمد لله. راكم منورين الشاشة. النور نورك. ربي يخليك. واش راكم دايرين مع الكورونا؟ انا في الدار. وفعين تموش انت راه متمسكين بالحجز؟ لا، راهم متمسكين. الحجز عندكم يبدا من ثلاثة ولا من السابعة؟ يبدا من السبعة للسبعة. من السبعة للسبعة. من السبعة، انتم مازال راهو جزئي. جزئي. ماشي من ثلاثة. ماشي على ثلاثة، احنا على ثلاثة. على ثلاثة كلش مسكر. احكي لنا تموش انت كيفاش راهي أسبوع قبل رمضان؟ كاينه ريحه رمضان ولا يعني تبدلت شويه؟ شويه مشيت من زمان. صح، كل شيء تبدل للاسف. بالنسبه للكورونا، كاين اللي تقاس في عين تموشنت وين تسكني، الحي اللي فيه؟ لا، الحي اللي فيه ما كانش، بصح كاين. وما معارفك، كاين اللي تعرفيهم؟ لا لا. الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي. نتعرفوا عليك اكثر، متزوجه، ماكيته في البيت؟ لا، انا ماكيتة في البيت. الله يبارك ما شاء الله، يعني ما تبدلش عليك بزاف الحال مع الكورونا. لا، موافقه. وخاوتك في الدار، كاين خاوتك في الدار؟ كاين كاين. والفوا الحجر المنزلي؟ لا، والفوا. والفوا، متعودين. والتحضيرات واش راكم ديروا؟ راكم تحضروا رمضان ولا لا؟ انا مع الميناج. إذا عندك أي إضافة، أي تدخل آخر، ملاحظة، تفضلي، مرحبا. لا، حبيت نشكركم على هذه الحصة. شكرا لك. أنا اللي نشكرك على اتصالك. ورمضانكم كريم. رمضان كريم، شكرا لك. شكرا لك. راكم منورين الشاشة. ربي يخليك، من نورك. رمضان كريم ولكل عيلتك ولكامل المشاهدين من عين تموشنت. يعطيك الصحة على الاتصال، شكرا جزيلا لك. شكرا على اتصالك، ربي يخليك. يعطيك الصحة وتحية لكامل الناس عين تيموشنت وكل الولايات الجزائرية، وخاصة النساء الجزائريات الحراير. على بالنا باللي الجزائريات قبل رمضان، يعني غير يدخل شعبان، يبداو في النيتواياج. على بالنا باللي كاين ناس دوكا نافضين قاعد الدار. والحجر الصحي يعني عطى لكم الوقت هذه المرة، خاصة الخدامات. نقول لكم ربي يقدركم إن شاء الله، وإن شاء الله رمضان يدخل علينا بالصحة والربح ولهنا إن شاء الله. عم يقولون الشباب مربط اتصال عبر سكايب ولا مازال؟ معنا اتصال هاتفي. الو الو. صباح الخير. صباح النور. صباح النور، راكم منورين الشاشة، معك مشاهدين ناس مثل انسان. اهلا 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 بالنشاط. والله بنبرت صوتك ما شاء الله، كلك حيوية. مرحبا بك. مرحبا بك.
ديروا لنا نشاط الصباح توجو كي نوض الصباح خاصني الفون قليل لاتالي. الحمد لله يا ربي يسلمك. نورين الشاشة وإذاعة الشروق دائما في القمة، يعطيكم الصحة ماكري زعما نحنا في هذا الكونفينمون ايتو بصح والله لا زعما راكم تونسونا، يعطيكم الصحة. ربي يخليك الحمد لله. هي احنا نفرحوا نفرحوا باتصالاتكم ونفرحوا كي نرضيوكم وتكونوا راضيين بكل برامج تاعنا. والله يسلمك يسلمك انتوما يعطيكم الصحة والله. كي رايك لمسان؟ لا بس الحمد لله مشى لها هذاك النسمة تاعت الانسان، ثلاثة الناس كامل تدخل ان شاء الله ربي يرفد علينا هذا الوباء ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا رب. والناس تلمسان راهم واعيين بخطورة الوباء؟ الحمد لله والله لا تعرف حال الوعي راه عندهم ما شاء الله الحمد لله. ثلاثة ما كاش واحد يزيد يخرج للشارع. وقبل ثلاثة؟ احنا عندنا من ثلاثة للسبعة الصباح. وقبل ثلاثة من السبعة للثلاثة فيه زحمة؟ شوية شوية لانه كي ولعت ثلاثة يعني الزحمة راهي الناس ولات تخرج الصباح. سي 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 الناس كامل تخرج تغتنم الفرصة باش يقضيوا الحاجة تاعهم. انت ملي بدا الحاج المنزلي ما خرجتيش ولا ما خرجت؟ والله ما خرجت. شكون ناوي يقضي لكم قبل رمضان؟ انا الزوج تاعي يخرج يقضي ويولي. الله يبارك فيك. الزوج تاعك سيدتي راهو مع راهو في الحجر المنزلي ولا خدام مازال خدام؟ لا 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 في الحجر المنزلي. الحجر المنزلي. والف في الدار؟ والو لا. ما والفش؟ مهبلني. هكذا؟ صعيبة صعيب صح؟ سيرتو للرجال صعيبة بزاف. وشنو هي الحاجة اللي توحشها بزاف؟ القهوة وبراس. القهوة وال؟ براس. لازم نفهموها في الناس. هذه كلمة ثانية. قهوة براس. براس. قهوة براس. القهوة اللي عند اللي تكون عند اللي في القهوة. في المقاهي. في المقاهي تاع المقاهي ماشي تاع الدار. لا 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 ماشي تاع الدار، القهوة تاع المقاهي. وكي طيبي له تاع الدار ما تعجبوش. لا لا ما تجيش. والو والو. لا لا صح كاين بزاف وخذوهم في في القهاوي يعني ما فين يجوزوا الوقت. سيدتي مدام. كنت تبعتي المتصل اللي عيطنا من قسنطينه؟ ايه تبعت المتصل. وسمعتي واش كنا ندردشوا على العادات والتقاليد والاكلات الشعبيه اللي ما نعرفوهاش للاسف احنا الجزائريين. والله زعما مالوغوزمون احنا ناقصين بزاف هذه تاع العادات والتقاليد بزاف نقصوا بزاف في المجتمع تاعنا. احكي لنا المائده التلمسانيه في اول يوم تاع رمضان. المائده التلمسانيه في اول يوم رمضان فيها الحريره التلمسانيه. قانية عند التعريف معروفة صح معروفة باينة فلفل بسالاد وعندنا الطبق الرئيسي الرئيسي هو المحمر التلمساني. المحمر التلمساني تحمروا الدجاج ولا اللحم؟ اللحم اللحم بكثرة نطيبوه في المحمر ونوجدوا البرقوق والمشواء المشماش ونزينوا به الصحن تاعنا. يجي سكري صالي فوالا سكري صالي. اوكي. او البوراك ولا ديروا البوراك البسطيله. البسطيله معروفين بالبسطيله التلمسانيه. احنا معروفين بالبسطيله اول يوم رمضان وعندنا السفه للسحور السفه التلمسانيه. سحروا بها لازم. لازم السفه التلمسانيه. وفي السهره الحلويات؟ زلابيه، شاميه، مقروط. الله الله. احنا من الشرق الاقصى الغرب رانا نتمتعوا. والله. مرحبا بكم عندنا. راكي موافقه انه راكي مع فكره انه يكون عندنا سوق في الجزائر يضم كل ولايات الوطن وكل الاكلات الشعبيه؟ انا مع هذه الفكره والله ما دابينا نتعرفوا كما انا زعما ما نعرفش اكلات واحد اخرين تاع الشرق تاع الوسط تاع الجنوب. والله كاع كيف كيف. ماذا بينا نذوقوا ماذا بينا نشوفوا نتعرفوا على بعضياتنا ماذا بينا والله. وحتى انه نلقاو بعض المطاعم هنا في العاصمه نلقاو بعض المطاعم اكلات تقليديه لكن موزعين مبعثرين عباك ما تقدريش توصلي لهم. فوالا ما توصل لهمش واثمان غاليه. صح الاثمان غاليه. صح الاثمان غاليه. صح. ويدخلوا لها ماشي كامل المواطن الجزائري البسيط يقدر يدخل مطاعم ياكل. صح للاسف. احنا نحاولوا الشعبيه مطاعم شعبيه لكل انسان ولا كل مواطن بسيط ينجم يتعرف على الاكلات الاخرى. اكل الشارع الجزائري. اكل الشارع الجزائري. والله والله صح. والتلمسان ايضا مبادره وتكون عندنا هذه باش ان شاء الله الاجيال تاعنا يتعرفوا على الوطن الجزائري باكمله. صح. التلمسان ايضا معروفه بلي زيبيس. لا لا معروفين بهارات. صح بالبهارات. بهارات عندنا سوق مغنيه. وشو هما البهارات اللي طيبوا بهم بزاف؟ احنا الزعفران طيبوا به بزاف. زعفران. والكركم والسكنجبير.
والسكنجبير. هادو ثلاث البهارات لازم، والحريره التلمسانيه معروفه براس الحانوت والكرويه. هذا واش يميزها على الحريره الوهرانيه وال هي بين الحريره الوهرانيه والتلمسانيه ماشي مختلفين بزاف. تاع الوهرانيه معروفه بالكرويه وراس الحانوت. راس الحانوت سبع بهارات ولا اكثر؟ سبع بهارات. ما شاء الله، يعني بلادنا الله يبارك عليها. ما شاء الله. ست بيت بامتياز ما شاء الله عليك. باينه ما شاء الله عليك. شكرا. كملتي نيتواياج ولا مازال؟ مازال والله لا راني مع نيتواياج. ربي يقدرك ان شاء الله. ربي يقدرك. ما قلتيلاش عندك ولاد ما عندكش؟ وربي يرفع لينا هذا الوباء يا ربي. قولي لنا برك سيدتي عندك ولاد ما عندكش؟ مازال ربي ما كتب. ربي يرزقك ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. مع هذا الوباء ان شاء الله. شكرا على اتصالك. شكرا لك. حبينا مرورك معنا، شكرا لك. شكرا لك، يعطيك الصحة. ديما نتمتعوا لطفي. صح، ومثل مثال راح نسافروا إلى نيويورك. بعدنا بزاف. معنا سكايب إلى نيويورك. راح نستقبل مع بعض الأستاذ ناصر حمادي، داعية إسلامية مقيم بأمريكا. نقولوا صباح الخير أستاذ. أهلا، صباح النور. صباح الخير. أنت معنا؟ ألو صباح الخير. أستاذ ناصر. أستاذ ناصر أنت معنا على المباشر. نطلب من الشباب يعطونا صورة الأستاذ ناصر حمادي. على المباشر. أستاذ ناصر صباح الخير. ألطف ربي بهذا الخلق، اللهم ألطف بنا أجمل وأحلى. تحية لكل مشاهدينا، كل من اختار قناتنا الشروق العامة وبرنامجنا الصباحي المباشر صباح الشروق. وعلى المباشر سنربط الاتصال بأمريكا عبر سكايب. معنا الأستاذ ناصر حمادي، داعية إسلامية بأمريكا. ألو أستاذ ناصر. أنت معنا أستاذ ناصر على المباشر وبرنامج صباح الشروق. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أهلا وسهلا ومرحبا. بداية أستاذ ناصر، حدثنا عن أحوال الجالية العربية والمسلمة بأمريكا في ظل هذا الكارثة اللي يعيشها العالم، هذا المحنة، محنة الكورونا. أنت معنا أستاذ ناصر؟ أستاذ ناصر أنت معنا على المباشر؟ نظن أن الصوت لا يصل إلى الأستاذ ناصر الحمادي. إذن سنعاود الاتصال عبر سكايب بالأستاذ ناصر الحمادي، داعية إسلامية بأمريكا، كي يحدثنا عن حالة المسلمين بأمريكا في ظل وباء الكورونا. نتحدث أيضا عن الدين الإسلامي والقرآن الكريم، إذا كان تعرض إلى كانت عنده رؤية مستقبلية ربما، وتحدث عن هذا الحالة اللي يعيشها العالم، وإن كان في حلول نستقيها من القرآن الكريم. لكن قبل ذلك ستنضم إلينا زميلتي إيمال بعد لحظات. أمل لا
صديقي والفقرة اللي تعودنا عليها بزاف هي فقرة زابينغ. راح نشوفوا أبرز ما يدور عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما نعرفوا مشاهدينا وتعرف لطفي أنه ناس بزاف راهم ناشطين بسبب الحجر الصحي، يعني الكل ملجأ وراه وسائل التواصل الاجتماعي. شفنا نشوفوا إبداع كثير فيها من خلال فيديوهات من خلال صور، يعني قصص يستقيوها مما نعيشه الآن في زمن الكورونا، وأيضا الأخبار كلها نستقيها أيضا بإضافة إلى وسائل الإعلام من وسائل التواصل الاجتماعي اللي دائما نصيب فيها كل جديد. ونظن أنه كل شخص ولا يعني ما يقدرش يصبر على وسائل التواصل وعلى التليفون، يعني هو اليوم ونسنا في هذه الأيام. أيضا لازم ننوه بحاجة، الفيك نيوز أو الشائعات، يعني للبعض يستغلوا هذه الفرصة ويستثمروا في هذا الوباء وهذه الأزمة اللي نعيشوها ببت بعض الشائعات أحيانا تكون فيها ضرر كبير. هكذا صحيح صحيح. وفي كثير أيضا من الدعاة اللي قدموا العديد والكثير من الفتاوى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لكن يجب أن يجتهد الإنسان، يجتهد الشخص للبحث عن مصدر الحقيقي للخبر الذي يتم ترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لا يجب أن نؤمن بكل ما ينشر عبر صفحات الفيسبوك وغيره من المواقع. وإحنا لهذا الغرض فقرتنا البزنات والزابينغ، يعني نحاول من خلالها أنه نتحراو كل الأخبار وكل ما نبث في هذا الفقرة، يعني أكيد راح يهمكم ويكون فيه مصداقية كبيرة مشاهدينا الكرام. طبعا نتقدم الحصة الفقرة عفوا تعودت عليها وتحبوها. أمل صديقي صباح عليك بالخير. وش راكي أمل؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. صباح نور لطفي. صباح نور أمل. مشاهدينا الكرام بدايتك أمل باش راح تكون؟ بداية راح تكون بأخبار متنوعة اللي كانت عملت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي. الخبر الأول إيمان هو التصريح اللي قامت به البارح الحكومة واللي هو تمديد فترة الحجر الصحي زادوا له 10 أيام يعني إلى غاية 29 أفريل، وين يعني الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعني تساءلوا نوعا ما، قالوا انه كانوا حابين انه في رمضان يعني نكونوا تهنينا من هذا الوباء وتهنينا من هذا الحجر الصحي، لكن ما ننساش انه هذا في صالحنا ايمان. يعني نتمنى يكون اخر تمديد ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. اذا نروح الى خبر اخر وهي صوره ايمان، صوره جميله لمبادره قامت بها الجاليه المسلمه بنونت الفرنسيه، وان كانوا قاموا يعني وجدوا طعام كما رانا نشوفوا وتبرعوا به ولا صدقوه للطاقم الطبي في المستشفيات بفرنسا. يعني شيء جميل. نعم وايضا يعني في مثل هذه الظروف حنا الجزائريين معروفين انه يديروا الوعده، يعني يخرجوا ماكله ويصدقوها املا في انه الله سبحانه وتعالى يعني هذه الصدقه يتقبلها وربما يرفع علينا هذا البلاء ان شاء الله يا رب. احنا نشوفوا الكسكس. نعم الكسكس. الجزائريين ولا المغاربه هذو؟ اكيد مهم جاليه المسلمه المغاربيه من المغرب المغاربيه لانه طعام. اذا نروح الى خبر اخر ايمان وهي صوره للاميره صوفيا زوجة نج الملك غوستاف، وين كانت ايمان طوعت وانضمت الى الطاقم الطبي بسويد. يعني هي خاطئها كامل هذا المجال ولكن قامت ب بتربص يعني على ما نعم أعتقد. تربص ثلاث ايام يعني تربص مغلق وين يعني انضمت لمكافحه وباء كورونا يعني في المساعده. يعني نحت تاج الاميره نعم وانضمت الى كما نشوفوا في الصوره وراهم الان في المستشفيات بالزي الابيض. يعني هذا هو الشيء جميل، يعني نتأسفوا لضحايا وباء كورونا لكن كورونا يعني بينت لنا الشيء المشرق اللي فيه فينا شيء ايجابي فيه شيء ايجابي. يعني كنا تكلمنا كثير في برنامجنا عن انه المحنه احيانا تكون منحه. صح ايمان. وحنا نتعلموا منها الكثير ونشوفوا بزاف امور ايجابيه. ايجابيه نعم، ان شاء الله نشوفوها من بعد كورونا ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. نمروا الى خبر اخر ايمان، فيديو يعني مؤسف لحادثه صارت خلال هذه الايام ايمان هنا في الجزائر العاصمه، وان احد يعني الجزائريين تلقى وفاه خبر الام ديالو ايمان
ولهذا يعني جا مسرع نشوفوا فقط عندنا الفيديو كما رانا نشوفوا إيمان في الفيديو تالمو إليتي يعني أوغ دو لوي. شوفي الحادثة كيفاش صارت. هذا الفيديو أنا والله شفته يعني شيء مؤثر إيمان. كيفاش السيارة قدرت تدخل من النافذة نظن أنه كان فيراج وغلباته وصار نعم عند غلباته السيارة. اها وللاسف يعني الارتطام كان بجدار مصلحة طب الاطفال بمستشفى الحمد لله انه ما كان حتى الحمد لله لكن في هذا الخبر يعني نتمناوا له السلامة ان شاء الله ونقولوا له يعني بركة فيكم على الوحة تاع الوالدة تاعو ان يرحمها يا رب والحمد لله انه ما كانش فيه ولا طفل يعني بالمصلحه في هذاك الوقت. لكن الغريب في الخبر انه الحادث وقع بمستشفى نفيسه حمود بارني بالعاصمه. نعم. والمصاب نقل الى مستشفى زميرلي. نعم. يعني انا ما على باليش اذا كان صح. نظن انه بارني راهو فول ايمان والله ما فهمتش اذا كان الخبر يعني صحيح. صحيح يعني صح. صحيح نقل الى زميرلي. نعم يعني نتمنى له يعني الشفاء والله نقولوا انه يعني سوق بالعقل لانه والله العظيم ضحايا تاع كورونا يكفونا ايمان. ضحايا حوادث المرور كانت تحصد ارواح ربما اكثر من تحصد الكورونا لكن هذه الازمه نقولوا انه نقص عدد حوادث المرور ايمان. الحمد لله يا رب. الحمد لله. نعم اذا نمر الى خبر اخر وهو فيديو من مستشفى فرونسانو ايمان وين كانوا العمال بمستشفى فرونسانو يعني قاموا بمبادره جميله وين كانوا شكروا الطاقم الطبي. خلونا نتابعوا الفيديو لاكثر تفاصيل. الله يحفظكم بارك الله فيكم. السلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم. اللهم اجعلنا ممن قلت لهم يوم القيامه قد غفر لكم جميعا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وارفعنا مع العليين يا ذا الجلال والاكرام. فتحوا الاطباء بالخف نشوفهم من فلان اطباء خلوا ما يدنا ونشوفهم اطباء. كل واحد يطيب بسم الله يتصوروا فيهم شيخ تفضلي باي باي. الله يحفظك خويا بارك الله فيك. هاي الوردة تاع الآدم مدير ورا الوردات. ربي يحفظك. ها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وهذا الحديث رواه أنس بن مالك وهو خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم انتم ما سبلتوا أنفسكم لله سبحانه وتعالى. أهل البليدة وأهل الجزائر رجالا ونساء لن ينسوا هذه اللحظات التاريخية. لكل إنسان أو امرأة أو أم أو أخت أو رجل أو أب خلى أولاده ومرته وأهله بيت في الأنصار ولا بيت في أوتال يسبل حياته لله سبحانه وتعالى. وما أدراك القرآن الكريم يعظم هذه الحياة فيقول القرآن الكريم يسألونك عن الروح قل إن الروح من أمر ربي. الجمعيات يقدموا القفف، الأئمة يقدموا المواعظ،
الأمن يقدم الأمن، أما الأطباء والفرامنة وليزاجو يقدمون أرواحهم لله سبحانه وتعالى. اللهم يا رب العالمين اللي مرض منهم اجعل مرضه وموته شهادة لله، ويرى واقف هنا احفظه بعينك التي لا تنام، ويرى ويسبب في حياته لحياة المسلمين. اللهم نادي عليه يوم القيامة باسمه وبأبيه وبأمه وبأبنائه، ادخلوا الجنة بسلام. أهل البليدة يقفون للأسف ما كاش للصم، يقفون مع عمال الصحة يدعون لكم بالتوفيق والسداد، ونقول لكم لستم وحدكم، وإنما دعاؤنا أصواتنا قلوبنا أجسادنا صومنا قيامنا لكم بإذن الله سبحانه وتعالى. فاللهم احفظهم بعينك التي لا تنام، اللهم اجعلهم جنودا مجندا، اللهم من مات منهم اجعلهم مع الصالحين، اللهم من ابتعد عن أبنائه فاحفظه بعينك التي لا تنام. اللهم نادي عليهم بالرضا والرضوان، اللهم نادي عليهم بالرضا والرضوان. اللهم من أحيا منهم نفسا وقد قلت قد أحيا النفس جميعا، فاللهم أحيهم على لا إله إلا الله، وأمتهم على لا إله إلا الله، واحشرهم بلا إله إلا الله، بينك ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بدورنا يعني نصفق لكل يعني عمال القطاع الصحي في الجزائر، الأطباء، إداريين، عمال نظافة، حراس، يعني كل واحد بوظيفته وكل واحد يساهم ويسبب نفسه في سبيل حمايتنا، يعني والله مقدرين كثير جهود لك تقوموا بها. نعم، يعني تكريم جميل إيمان، كان يعني كان قال كلش. فوالا نتمنى لهم ان شاء الله ربي يكون معهم في هذه المحنه ومعنا كامل، وربي يشفي المرضى ان شاء الله يا رب. اذا نروحوا الى خبر اخر ايمان، هو فيديو جميل قام به المسافرون العائدون من تركيا، وان كانوا يعني قضوا فتره الحجر الصحي تاعهم بفندق مازافرون، وان يعني قبل خروجهم من الفندق ولا مغادرتهم الفندق قاموا ب تحية شكر وإكرام للفندق وكل طاقم القائم عليه. خلونا نتابع هذا الفيديو. من أجلك عشنا يا وطني، نفدي بالروح أراضينا، قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا، وإن اليوم أجلك عشنا يا وطني، ومن أجلك نحيا دائما يا وطني. صورة جميلة. نعم إيمان. إذا نمر إلى خبر آخر إيمان، وهذا الخبر اللي يعني دار كان عنده صدى كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من مدينة بروكسل يعني عاصمة بلجيكا، وين تم البارح إيمان رفع الأذان يعني لأول مرة. خلونا نتابع هذا الفيديو. أول مرة صوت الأذان في مدينة بروكسل، سبحان الله. Thank you.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني شعور جميل تكوني في ديار الغربة. نعم. وتسمعي الأذان لأول مرة. قال لأول مرة. نعم الكثير إيمان من الدول الغربية يعني لم يقوموا بإيداع الأذان. شيء جميل إيمان إن شاء الله أول العام إن شاء الله, إن شاء الله يا رب. إذا نتمنى ونعم نمر إلى فيديو جميل إيمان إيجابي نشوفوا هذه الحاجة كيفاش راهي تقضي فترة الحج الصحي اللي فرضوا علينا وباء كورونا. خلونا نشوفوا الفيديو. يعني لكن شوفوا دول الحاج إيمان ما راهوش في الحاجة كانت خير. الإنسان يعني مليح أنه في هذا الوقت يعني وش يقضي 24 ساعة مليح من ذاك تكون فيها أجواء المرح يعني تبدل الجو. اكزاكتومون. إذا نمروا إلى خبر آخر ولا فيديو آخر. عارف إيمان يعني الناس كيفاش راهم يخموا يجوزوا العيد. يعني الكثير راهم ما نقولوش متشائمين لكن يعني عم يخموا انه فتره هذا التمديد راح تزيد تتمدد اكثر واكثر. يعني ربما انه العيد راح نجوزوا هكا في حجر الصحي. خلونا نشوفوا كيفاش راح نجوزوا العيد. يعني يعني صابوا الحل. الأطفال يعني في ولا قعدنا عندهم بدلة خاصة. عندهم بدلة خاصة. ما كانش وين يشريوا ألبسة العيد ولا قعدنا مع الحج. ما نتمناوش إيمان نقعدوا مع الحج. لا أبدا إن شاء الله يا رب. إن شاء الله من لا نعيد وفي الفرحة إن شاء الله والكل نكونوا برا إن شاء الله يا رب. الكل نروحوا للعائلات ونقعدوا في هذوك العادات اللي ولفناهم في العيد ان شاء الله يا رب. ان شاء الله هذا الوباء يروح مع بركه الشهر الفضيل إيمان رمضان ان شاء الله يا رب. اذا مروا لاخر فيديو كالعاده دعاء إيمان اللي نختموا به. لكن هذه المره هذا الدعاء يعني ارسلته لنا هذه الطفله عبر موقعنا. كنا عرضنا الفيديو امس في فقره محمد الموفق الفقره الثقافيه ومع لطفي وكانت رسلاته هذه امها هي سيده وفيه لبرنامج صباح الشروق. نوجه لها تحيه كبيره. ام فاطمه. ام فاطمه. ونوجه تحيه لفاطمه ايضا ونقول لها انا حنعاود الدعاء ان شاء الله تحل علينا بركته يا رب. ودعاء البراءه ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا البلاء. البلاء ان شاء الله. اللهم يا صانع المعجزات ويا رب المستحيلات يا رافع السقم ويا بارئ النتن ويا عالم بالجميع الالم ارفع عنا البلاء والوباء والسيء الاسقام. اللهم اصرف عنا هذا الوباء اللعين الذي انهكنا وأتعبنا وأضعفنا وقينا سترة. اللهم هذا المرض جند من جنودك فاصرفه عنا وعن بيوتنا وبلادنا. يا رب ارفع عنا الوباء والبلاء برحمتك نستغيث. اللهم آمين يا أرحم الراحمين. شكرا جزيلا ام فاطمه وشكرا لفاطمه. ربي يفرحك بها ان شاء الله. ويعني ان شاء الله يا رب كما قلنا وكما قالت امال انه بركه شهر رمضان هي اللي ان شاء الله ترفع علينا بلاء وباء الكورونا. شكرا لك امال. شكرا ايمان. يعطيك الصحه. شكرا جزيلا. ما تقلناش بزاف امال ثلاث ايام و نعم يسدى الافتتار هذا الموسم من صباح نعم. الشروق. ان شاء الله نتلاقى في مواسم اخرى إن شاء الله ولا اعمال اخرى اكيد ان شاء الله. ان شاء الله يا امال. شكرا جزيلا. نقدر نقول وصلنا لختام البرنامج. للاسف اليوم الفقره يعني فقره مطبخ صباح الشروق كانت غائبه لظروف خاصه للشيف ليلى. لكن ان شاء الله حيلقاكم غدا ان شاء الله في عدد جديد من برنامج صباح الشروق. خليك تختم لطفي. نعم نشكر كل من حاول انه يتواصل معنا عبر السكايب. كل من الأستاذ الداعية الإسلامية بأمريكا ناصر حمادي وأيضا سيد بكير رشيد إطار جزائري مقيم بألمانيا. ونشكر كل من حاول أن يتواصل معنا عبر التليفون.
نقول لكم صفحة البرنامج في خدمتكم، يمكن لكم أن تتواصلوا معنا من خلالها. نشكر كل من تابع هذه الحلقة وهذا المباشر. تحياتنا تحية المخرج أحمد بخليلي وكل الفريق التقني العامل معنا ككل صباح. ابقوا على خير.